متى بدأتم العمل ومتى سينتهي العمل؟ البداية العمل كان يوم 13/12/2020 مباشرة، بس هناك صار توقفات بالمشروع تقريبا لو تجمع التوقفات حوالي 60 يوم. سبب التوقف شنو؟ انه صار اختلاف التصميم، كان تصميمه يعني شكل وصار غير شكل حتى يكون توأم مع الجسر القديم. حقيقة هذا الجسر كان ما مكانه هنا، كان في مكان آخر، يعني مصمم في مكان آخر، فمن حولناه حتى يكون توأم الجسر القديم أصبح عدم تناظر بالشكل وبالأعمدة، فهذا اضطر إنه يعني إعادة في التصميم. فهذه الفترة طولت تقريبا 60 يوم، إعادة تصميم وإعادة إنشاء من جديد. وهسه احنا مستمرين بالعمل ان شاء الله. ليه مرحله وصلت انت هسه؟ صب الاعمده تقريبا انتهينا منها من الجانب الايسر، راح يبقى عندنا العمل في الجانب الايمن مثل حوالي 35% من العمل، هون 65% وهناك 35% من العمل. راح ننهي العمل هون ان شاء الله، اعمال الكونكريتيه تقريبا من هون ال 15 ينتهي العمل الكونكريتي. يبقى اعمال الترس هاي الحديد، هذا راح نجيبه من خارج العراق يصنع ينقل. متى ينتهي العمل؟ والله ان شاء الله يعني بشهر الثامن، مفروض نهايه الثامن، نهايه الثامن ان شاء الله. اربعه اشهر ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله. الشركه العراقيه، شركه تركيه، بس الكادر العام كله كان عراقي، كله كان عراقي. تصميم التصميم لا تصميم شركه تركيه، شركه تصميم، شركه استشاريه تركيه صممت المشروع بالتناظر مع الجسر القديم اللي موجود حاليا في الموصل. نفس الارتفاع لو يمكن راح يكون ارتفاعه اعلى، اعلى اعلى في حدود 50 سنتيم، واعرض في حدود المترين ونصف. يعني هون الشارع 5 امتار 25، راح يكون الجديد 2 امتار اعرض، يعني يكون اعرض. عندك معلومات انه هذا الجسر ممكن ينسد للاعمار لو يبقون مفتوحين اثنيناتهم؟ انا علاقه به، لا لا نعم، انه منفرد يعني، وحتى منفرد ما لنا علاقه بالجسر القديم، ما ناثر ايضا على السير نهائيا، عملنا بحيث ما ناثر على حركه الامور بالموصل. سؤال، كم البعد يعني البعد؟ مترين حلو. مترين صافي، مترين بين الجسرين، مترين مترين اي، حتى يكون واحد ذهاب والاخر اياب مستقبلا بعد هنا. تصميم حموله السيارات الكبيره ممكن تعبر؟ يتحمل هو يتحمل سيارات كبيره، بس هو لانه في مركز مدينه الموصل اكو مشاريع وجسور اخرى حتنشا حتتحرك حركه الحمولات السريعه خارج الموصل، وهذا كله عالم موجود انه يحركون الحمولات الثقيله ما يدخلوها داخل البلد، تطلع خارج البلد وموجوده ساعه ثالث، وراح ينفتح جسر بادوش اللي راح يحل مشكله كبيره من الحمولات الثقيله اللي تدخل على الموصل. طيب حاليا حاليا الدنق هاي الاعمده، نعم الاعمده، نعم يعني متى تستكمل؟ قلت لك الاعمده بالجانب الايسر كملت، اخر عامله خلصت، بقى عندنا احنا نسميه الكروس بيم او الجسور العرضيه، وبعدين انتهي عمل الكونكريت، يبدا عمل الستيل، عمل الحديد. احنا قاعد نتحول ان شاء الله بعد 15 يوم نتحول على الجانب الاخر الايمن حتى نكمل العمل، لان يعني العمل بشقين كونكريت وحديد، فانا احنا شغلنا تقريبا هسه بالكونكريت، الحديد بعد ما تكمل عمله، ما عمل اي شيء. الشارع اللي يربط بهذا الجسر دخول للمنطقه القديمه شلون رايك؟ ماكو، ما عادي يستمر هو اساسا الشارع الموجود في منطقه الميدان، لو تلاحظ يعني تقف وتلاحظ هو استمرار للجسرين، يعني ما ابغى احنا ناخذ اي شيء من المنطقه القديمه، ما ناخذ اي شيء، حتى الرصيف يكون نفس الرصيف، يعني هو شارع اساسا لو تشوفه تلاحظ الشارع بعرض عريض يتلائم مع عرض الجسرين الموجودين راح يصيروا مستقبلا، فماكو اي اشكال بالمنطقه القديمه من ناحيه القاص او الاستملاك.